عاودنا الحالة ديالك اسامي، كيفاش شنو طرالك؟ انا كنت قاطع الشانطي، مشيت لعيط على الاخو ادريا يجيب لك واش قطعت. ما وصلت النص ديال الشانطه مع درج، الفرصه الوحيده اللي لقيت هي كالي بيدي كاليشو بيدي، وانا نتهرس من يدي بجوج على ثلاثه الهرسات. جرسات هنا وهرسات هنا. فين الجرسات؟ هنا في هذه اليد هذه. اه والاخرى مارس منها هرسه وحده. اه وشنو منين مشيت للسبيطار شنو قالوا لك؟ هو راه خدام تما نيت سيكيريتي. خدام السبيطار هو سيكيريتي السبيطار؟ اه سيكيريتي. ودابا شنو قالوا لك الاطباء نتايا؟ علاش خرجتي؟ قالوا لي دير الحديد. اه منين قالوا لك دير الحديد علاش ما بقيتيش نعس السبيطار؟ خرجت ندور على ولاد الحومه نشقى وندبر على راسي باش ندير هذا. هما اللي قالوا لك تخرج ولا انت خرجتي؟ هما اللي قالوا لي هما قالوا لك تخرج. قال لك حتى الاثنين والثلاثة عاد رجع عندنا. اه باش دير العملية؟ ثلاثة ورجع. لحد مع الثلاثة؟ اه ديروا باش ديروا العملية. وعلاش ما بقيتيش انتايا؟ هذاك الشيء اللي بغيته انا، يا نخرج نمشي عند ولاد الحومة الله يرحم لهم الوالدين، داروا فيا خير شي هما. انا راه غادي وغنجمع ان شاء الله فلوس الحديد وعندي. دابا انت عارفين حنا الحاله ديالك كيفاش عايش نتايا، وهم الناس راه كيسمعوك، اللي في قلبه الرحمه راه غيعاونك وحقك غتاخذه. وكيفاش دابا هاد السيكيريتي اللي سبيطار الغابه كيفاش شنو ما دار معك والو؟ ما جا عندك؟ ما هو ما عندوش ما عنده حتى ورقه، ما عنده حتى ورقه في ديال الموطو. وكيفاش خلاو الماء هو خارج دابا وانت مهرس من جديد؟ ما شنو قالوا لك المخزن؟ ما قالوا لي والو. هاد ما داروا معك حتى شي حاجه؟ السبيطار شنو قالوا لك؟ هما قالوا لي خرج حتى النهار اثنين، حتى النهار الحد في العشيه مع الثلاثه دوز العمل، رجع عاوتاني باش نهار اثنين ولا ثلاثه دير العمليه. نهار اثنين ولا ثلاثه؟ آه. وانت دابا ما عندك حتى ريال دابا؟ واه. شحال طلبوا لك في العمليه؟ 90. 90,000؟ 90,000 ريال. وانت ما عندك دابا حتى 4 ريال من هذيك 90,000؟ شحال؟ ما عندك لا دواء لا والو، ما خرج الدواء. خرجوا لك الدواء؟ خرجوا لي الدواء. ما عندك باش تشري الدواء؟ واه. شناهي؟ انا كنت طالب هالسلطات تعاونني وتاخذ لي حقي. المهم راه باش المكان ولاد حومشي راه ما يدوزونيش، العمليه راه عندي راه عندي. كنطلب من الله تعاونوني ويعاونوني حتى هما باش ناخذ باش ناخذ حقي من هذاك السيد. ودابا هذاك مول الموطور واش عنده لاسورانس ولا ما عندوش؟ ما عندوش لاسورانس. وسمعنا بالله راه قطع. اه هذه اللي بغينا. عاد قطع لاسورانس؟ عاد قطع لاسورانس. اذا النار كانت نار الحج نار درتي فاش كانت الحديشه ما كانش عنده، ما كانش لاسورانس؟ لا ما كانش عنده. والموطور دا ولا عنده ولا؟ هو قال لي حيد الموطور ولاسورانس وانا نتكلف لك. وشكون اللي غيكون ضربني هذيك الساعه؟ ونهار هزوك في لومبيلونس؟ نهار هزوني في لومبيلونس مع خدام معاهم بداو كيفرزوا. هزوه هو صحه شويه في رجله وشي جريحات في صدره ولا حوف في الباياس. وانت جلسوك وصل في يدي بجوج وجلسوني في كرسي. المهم هو عنده علاقة مع الأطباء، بغاو يديرو لي شهادة، شهادة طبية. شهادة طبية قصار ما غايديروش لك المدة اللي خصك تريح فيها وخصك تاخد. بغينا يديروك شهاده طبيه قصيره اللي بالله راه ما عندك والو. لا ما عندي شهاده. وانت مهرس من يدك اليمنيه جوج تهريسات واليسريه مهرس منها تهريسه واحده. اه وشنو كطالب دابا اخي سامي انت شنو بغيتي؟ كنطالب ناخذ حقي من هذاك السيد. صافي ما طالب والو انت. هادشي اللي طالب. الاطباء خرجوني ما عرفتش علاش. انا مضرور انا ما قادرش ناكل ما كن ما جاش نعاوني شي واحد النودره ما كنوش. اخوتي هاد الناس اللي في قلبو الرحمه يشوف هاد الفيديو هذا ويعاون هاد السيد هذا. هاد السيد راه مضرور بزاف، وتا الحاله ديالو ماشي شي حاله اللي بنادم اللي غيتكلف بهاد السيد هذا. الناس راه عايشه مقوره مقوره وجات مع هاد المرض هذا. الله يبعدو علينا ويبعدو على جميع المسلمين. الناس راه مقوره بزاف، راه حاله يرثى لها. وهاد السيد هذا بهاد الشيء هذا اللي عايش فيه دابا ما يقدروش يتكلفوا به دارهم. دارهم يلا عايشين كيفاش غيعيشوا هما؟ كاينه جداه كاين جدو. المهم بلا ما نطول عليكم، الحاله ديال هاد السيد هذا راه يرثى لها. والناس راه اغلبيه غتعرف هاد الدري هذا راه ويتيم، راه جالس مع جداه ومع جدو، راه خصو ضروري يجيب المونه ديالو باش يدخل على دار جدو. راه لا اله الا الله.
وكنتمنى من الناس تشوف هذا الفيديو هذا وتعاون هذا الدري هذا. راه حنا طلبنا من واحد الناس يعاونونا والحمد لله ما خيبوناش. عيطوا لينا البارح في التليفون وقالوا لنا ان شاء الله غيكون غير الخير، ولكن حاجه وحده اللي طالبه الدري هذا هي العدل، العداله، تاخذ لي حقه. وهذا الشيء كيضر وحق الله العلي العظيم. ملي كتشوف بحال هكا دابا هذا السيد بحال هكا هو مقود عليه بمعنى الكلمه، وفي السبيطار خرجوه باش هذا السيد يبقى في السبيطار وياخذ الدواء ويتكلفوا به، وهذه خرجوه من السبيطار قالوا لي سير حتى نهار الحد بالعشيه واجي عندنا مع الثلاثه.